شو يعني active recovery؟ الactive recovery هو يوم احنا للناس اللي بتاخد off، يعني مثلا اذا انت عندك يومين تمرين يوم راحة، يومين تمرين يومين راحة، واحد من هاي ايام الراحة بامكانك تاخده بشيء احنا بنسميه الactive recovery. الactive recovery انك تعمل اشي بيكون الانتنسيتي تبعته اقل من اللي انت بتعمله بالتمرين، فانت ما بتحط نفس المجهود الخرافي اللي بتحطه في التمرين بس لسه عمالك بتتحرك. يعني active recovery ممكن ان اروح اسبح، ممكن ان اروح امشي، ممكن ان اروح اعمل هايك، ممكن اعمل اشياء يكون انتنسيتي تبعتها اخف بس ما فيها لود، مش عمالي بحط اوزان، مش عمالي بتمرن باوزان، عمالي بعمل اشي تماما مختلف لجسمي بس بطريقة حلوة.